تشارك المملكة في مهرجان جرس للثقافة والفنون 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية بدورته 37، حيث كانت هذه المشاركة ممثلة بوزارة الثقافة وعدد من الهيئات المندرجة تحتها، وهي هيئة المسرح والفنون الأدائية وهيئة التراث وهيئة الموسيقى. للحديث أكثر عن هذه المشاركة ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ سلطان البازي، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية. حياك الله أستاذ سلطان. هلا والله، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يا مرحبا. في البداية أستاذ سلطان، يعني نبغاك تتكلم عن أهمية المشاركة السعودية في مثل هذا المهرجان المهم، مهرجان جرش. يعني أولا تعرف يعني واحدة من أهداف الاستراتيجية الثقافة الوطنية العمل على تعزيز المكانة الدولية للمملكة من خلال عرض النشاطات الأنشطة الثقافية والإجازات الثقافية في جميع المجالات. مهرجان جرش واحد من أهم المهرجانات العربية المستمرة الآن سنة 37، وأعتقد أنه يجتذب الكثير من الدول العربية ودول العالم، فلذلك الحضور السعودي كان لازم يكون بالقدر اللي تستحق الثقافة السعودية لعرضها على أخواننا أشقائنا العرب وعلى الجمهور الدولي اللي يحضر المهرجان. طيب أستاذ سلطان، لو تكلمنا عن الهيئات السعودية المشاركة وعدد المؤدين السعوديين المشاركين، خصوصا نحن لاحظنا في المهرجان كثير من التنوع الثقافي السعودي كان حاضر وبقوة. صحيح، أنا العدد كبير بالفعل، يعني عشرات يمكن أكثر من 100 فرد أو 120 فرد بين فنانين وفنانات وبين الأجهزة التنظيمية. الهيئات اللي تشارك مثل ما ذكرت هي بجانب هيئة المسرح والفنون الأدائية هي هيئة الموسيقى وهيئة التراث، وكلهم يعني قدموا صورة بانورامية شاملة للثقافة السعودية. جميل، يعني احنا شفنا في الأيام الماضية أو الأيام الأولى للمهرجان أستاذ سلطان مشاركة الوفد السعودي بفنون شعبية وحرف يدوية، نوعية المشاركة في الأيام القادمة وش تتضمن؟ الآن الحقيقة في أكثر من كذا. اليوم أمس البارح كان في حفل موسيقي للأوركسترا الوطنية السعودية والكورال. جميل، ويشاركهم أيضا بعض المؤدين والمؤديات للفنون الأدائية الشعبية، وأيضا في هذا تم في عمان وسط العاصمة، وفي جرش أيضا فيها عدد من الفرق الأدائية الشعبية تشارك. جميل، فيها أيضا الرواة أو ما يسمونهم هنا الحكواتية، معنا اثنين قدموا عروض، وفي أجنحة تقوم فيها هيئة التراث تعرض الحرف الشعبية وتعرض أيضا الكنوز الأثرية اللي في المملكة، وهذه النوع من أيضا التنويع المختلف. جميل أستاذ سلطان، كيف شفت ردود الفعل على المشاركة السعودية وكيف توقعكم في الأيام الجاية للمهرجان؟ والله أنا بالنسبة لي السنة الثانية اللي أكون فيها في المهرجان، أعتقد دائما كنا نلقى نوع من الحميمية والدفء من الجمهور الأردني اللي شارك. الجمهور الأردني يعني ليس بغريب عن الفنون السعودية خصوصا الموسيقية أو الرقصات الشعبية، بعضها اللي فيها مشتركات بين الدولتين والشعبين الشقيقين، لكن أيضا هم يعبرون دائما عن تقديرهم لهذا التطور بالأداء الفني، وهذا الحقيقة اللي والله الحمد يعني تحقق من خلال رؤية المملكة 2030 والاهتمام الكبير اللي يعطى للقطاعات الثقافية عامة. كل الشكر. تفضل أستاذ سلطان. نعم، أي أنا أقول هذا اللي هو اللي يلحظونه الجمهور. أنا أيضا كنت في لقاء أمس عند سعادة السفير السعودي مع مجموعة من المثقفين الأردنيين اللي كانوا يتحدثون بإعجاب عن مدى التطور اللي حصل في القطاعات الثقافية السعودية ونوع الزخم والكم وكيفا. نعم. كل الشكر لك ضيفنا الأستاذ سلطان البازعي، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية. سعدتونا بهذه المشاركة اللي أكيد نفخر فيها.